بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان. Donc je vous exemple, مثال شخص إنسان trabajador, إنسان يخدم وني طيبة تغدسوا بذا trabajando الحياة نسكي مرد يخدم يجمع التمنية. A lo largo de su vida, y tuvo razones cantidad de tmán, tmniyat. Inno su. Atas tmniyat y gare. Tmniyat, de infant del futuro. De infant chmini ga jubila, de infant merishin de regime ga, de aun riet me imsirmen, y. Y ton se gente chmir gamlih. Waha, gasij norno, manis nen neyagru, manit gak shulni, manit akth msi, خوز ليس يخمر ذيني التمنية ثني مرمي معد السني تفهم شاني حما إيش نهاي بينسا إيه نسوك والكير دي يد قاضي حاق أتفوه انت خمر غبو مليح يروح يكسيه انت يد السني نجمنت وحاق انت إيه نساس انت بدرغا خمر يروح غوريا نربحا غارموش تنربحا يحفاضي اني خمريت انت تروحي جنو اختي الناس تو مال تيم بو انزاس مي الناس قد قاعد شن مش ذي جار ما رد قني لا 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 يروح يكسي انت تعاود السني ها نجمنت مين يقى الناس قا اش كان تيضا قاسم غا الناس راه تخمر غادي يدا ما سيغورو يخمري انت يدا تيقيمي جنا الناس خو ما نشوف فندغاري بوليسيا تمنيات اللي كاع القانون تمنيات قا خدم غدايس انت ماش هكا كان تيضاو زعما غاري ثيري ذي هاد الدار يروح يعزمونك وين تدير بانكو يخمري فنت خوت مني هني لي غال مينتي قينت مليح ماش هاد جنت بوسيو يخمري فنت تاريخ خو يخمر تمنية ثمنية كوالكير بيرسون هذا ينغداني تا الحياة نستكمر انت يجمع ذي الحسنات ونيت زاد جانت في جامع ويهون شاه رفجاني مبيرنو اجي شنو نمبيرانو تنضاد مالطا تي كويتا ما حدا تعب حدا الحسنة ما حدا تجبديش كان تيضاد ذي دينير والشيطان يقراش الجهن تكش يوماش وايه وين شاء جمع ذي الحسنات ولك تاني ماش انهاف بين صاد الحسنات ما تخمرت انت مليح نغلا نغلا شاحنتين كوالكير مومنتو الجمعة ثاني قاعدتين قاع لأعلمن أقواما من أمة ما رفع قرم من الحديث يوم القيامة الحسنات أشنو ذورة روح انت الخون الشين ما شون ما نبين صادي الدقة مش مين خدم غمقة حضيخ نغلى إخوة الإيمان يجب أن نهتم ونحافظ بل خصنا اشد الاهتمام بالمحافظه خل حسنات النق انجمع مدى حياتنا قسكومي خرقش جمع دي الحياه نش جمع دي الحسنات نش ثو حر ديسنت وهوين انت وهذا هو انشاق خص تصبر بزاف نحوش ما عند التو ذي الحسنه يخصها تحضير الحسنه اذا جمع ذي الحياه نش تكمر شن مرة قد نعمل أعمالا نتكشن الأعمال لا نظن أنها خطيرة نتكيش العمل تعتقد تذواله شكت تقذ روح انتش الحسنات النش ذور انت أخوات كان خميني غاد خصاد الحسنات خصاد الدنيا ذي الأخيرة العمر يكمل شكت جمع الديسنت تقذيش العمل يجن القول نغيش الفعل روح انتش الحسنة في مرة اوه يجيش الخسارة كتر زيثة وذي نبوش الخسارة كتر زيثة فيتن
يقال الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا نغيمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الفتن، النفاق، الكذب، الردة، تمنيات، ثمغارين، إهنجاء، مرة فينا ذي الفتن أش سبد أنت خل هدف النش. فلذا فأهل الحق ونجن خر حق أقدش خطر عظيم، أقدش خطر، خطر على دينه، خطر على عقيدته، خطر على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذج الموضوع مغاء وخطير جدا، لكن المقصود خصغانا وظنهان إذا أن صاحب الحق ونجن خر حق قد يتعرض طريقه إلى الله ما يصرفه نغ يمنعه نغ يصده من مواصلة سيره إلى الله عز وجل. اش دفق اش كاقش ذي العبادة ذي طع، لكن اش دفق شن الفتنة اش تسبعد خبري ذنش. إذن قد تكون من دش دغيفن قبري مش غيفتنن، قد تكون أقوال وقد تكون أفعال، شن تعتقد ذواله. إذا فعلها المسلم وتلبس بها ودخل في ظلالها من دس غيوخان قد أشتسوفه سدين، ثم أذ يحبط الأعمال مش هيوة، ثم بعد ذلك أذي ذورزي الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. إذن رحويجا يتعرضني الإنسان ذو قبريد الدين النس قد نسميها مبطلات الأعمال، ثني يبطرن الأعمال. المبطل الأعمال مين تعنى؟ شك تعمل تجد أعمال صالحة تؤجر عليها، خل أعمال الصالحة تؤجر تثاب عليها، يتيري غاكيش الرصيد عند الله الحسنات، ثم بعد ذلك تجد إجن القول نغجن الفعل، مرة من تخدم ذي روحش، مرة من تخدم ذي روحش، تحش رجنش تحن تزل الحسنة الناس يضيع تعبك. مرة 40 سنة شك الدقوز تجمع دي الحسنات إجن حش تمعنا كشي روحش من زين وميتوا نقص سلسلة لا إله إلا الله قاعوا وني ويغرين التوحيد من ما غيرين خاص غيرين الدبلومات العالم يكمر لابد ذي وضاد الشرك ويغربوا التوحيد وثيسي ها وثيسي. إذن إجن الكلمة ثني وها أذش ثوث 40 50 سنين 60 سنة شك تجمع دي الحسن إما لا غيك تتموث إجو ما أفقى محمد صلى الله عليه وسلم ربي تقي الدين الهلالي أثني أحمى ربي السنين قوان كيسن يجن ذو الأخ وني كيسن قوان قبري ثاور التنوبين إن وني كيسن وني كيسن إن رسول الله إن استقي الدين الهلالي معيك نموريثي مذ على غير ملة الإسلام. خزاوي كي جاك عالم خزا مالكي مدي ساعة تني مرة من يخدم ذي الحياة النس يا رسول الله يستغث الرسول الله. فالإنسان ها من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. إذن إخوة الإيمان فلنحرص خصنا نحرص خل حسنات النس أنحرص من جمعة أشد
تد الحرس كتازي من تقد فرانك أمو غاه قد خل حرس النش تخزت السلف النر سلف سلف الصالح رغم قوة إيمانهم بالله عز وجل إذ شدة تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا يخافون أن لا يكونوا من المقبل المقبولين تغي تبقذ ذيك شن العمل وزن استخبر الله عز وجل تغي تبقذ أن يسلب الإيمان ننسى ذا صياح أنشنا نقار نخفن غاك الصحابة نغسلف ورغم ذلك تخمين تنشن حش تبقذ وزن استقبل الله عز وجل يقال الله عز وجل لقينا إن الذين من خشية ربهم مشفقون زيد والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وسر زيد والذين هم بربهم لا يشركون زيد والذين يؤتوا ما أتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة خائفة يتقوذ يتقل حاجتي يتقوذ أنهم إلى ربهم راجعون يتقل عمل ولكتني تقود أمنا عائشة تسقسى الرسول صلى الله عليه وسلم خلا آية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وجلة ثنس يا رسول الله مين إني سنشرب إني تشعن شخ مني تقنشن العمل خيري تقود وزيس انتي قبر الله عز وجل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل به سعقرم ذي الدرس الماضي الجمعة يعذون إيوا يتهزد الناس صفهم لنا يا رسول الله إنه من غاية حنت الأعمال نسن الأعمال حسنات مثل جبال ولكن النضاح تصفهم لنا يا رسول الله ماذو ذين من عنان الناس من جلدتكم ذين سرمن زينغ خزا عاود يخدم يتق شتانا جا العمل نسند العمل نغ جا النيث نسند النيث نغ يخدم يتقوذ ربي وزيس يقبر نشينو نخدم نزو الزينغ يقبر ربي ونخدم خسنة ونخدم خطاريق ونخدم خمام جديو الله عز وجل ورغم ذلك انت قل يعني نايح نزكى الأعمال النغ نزكى النفوس النغ نزكى خزاث الفرق جاي وذانا اندش إذن إخوة الإيمان ذني أعمال سيئة تحبط الأعمال الصالحة ذيني شن الأعمال تعفاني ما راه قيتنت شنو في مسي هذا الشنت الحسنات زي الأعمال الشرك ونتزي الأعمال إيه إسهكوان الحسنات الشرك الردة النفاق جارنا الله منهم زي الحواجة فمن وقع في شيء زي الحواجة هو أحسن الله عزاءه في دينه وحسناته يروح الدين روح انتس الحسنات يقال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت مريموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار زيد هم فيها خالد ثم قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر زيد أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ثم زي الأعمال يهبطن يطاحن يتتن الحسنات الرياء الجذي موضا هنيدا الذين يراؤون الناس بأعمالهم الصالحة تقن حواج سبحان مش يتعجيب بس تحس في ما سندنا هنين يتعجيب بس أقطع سقذم من خميني تقول شن العمل صالح يتخسفي ذبين إذا رأى الناس خمين غيزاي وذن ذي عذر اثنين نار كاعين ثني تقدي هده نشتني غاه قده نغي ثنتقل الجديني وذن تقجيق
مش هذه هتا عنش قل الله أكبر رايد دنرفجة إيك تو هذي السلف النغ تو تذدير اثنين يزوم من غدير خميس غال مسجد يتكايت قيخ نسي السامن ويصغل جيش يتكايخ نسي السامن شعر هيد ذربي شعر اشك ذربي خمين تقدش العمل إذا صام يوما زعو النغن مين تو هيتكو واني تتغي ما ياسي خسرت غيري مريقة برحد قازو مغ وخن السواء أما شكتو سجد مناسبة عاد نخاكي وذن ثقيم ذي لحخاك استنيد صائم وذي الشعر لا 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 وني زمني تفضي الزغوني كغام سرقة سنغي والله يقبر قازو مغ نعلا ذواني تا ذوا ها نيق نشتق الدعوة إلى الله عز وجل نيغ المهم يتبين ها هذه بين الخشوع هذه بين تدين هذه بين ما لاجل ما عندها خاسينيني ودان اه ما شاء الله ونيتا الله عز وجل كوزيك وزبودك الله عز وجل يزوتك شن العمل لوجه الله تعطي لوجه الله تصوم لوجه الله تدعو الى الله لوجه الله تزكي ودان واشي روح بور حارش مدحني وداني غاش ذمن العمل قيث لله عز وجل لأن الرياء خفي دقيق لا يتنبه له إلا العارف الرياء يتزرق ذمن ربدا قاوم الشيطان خميني تقدشن العمل خيري ثنغيت ولكتيني لا يستسلم ذاك يرزق اش تغيضيع ايوا تحسن الجوا شن مرض تقدع عمل تزيد زي سجنا العمل يمغى ولكن الشيطان لا يستسلم شكوى تكذبون اني ثنش يا ربي قنش خصها تكغيجن العمل يا ربي وفقاي ها اثناء العمل غاك اش ديال الشيطان يا ربي ثبت يا ربي ثبت يا تكمر تكمر يا ربي قبر الزاير جدد النية ثلاثة حوايجي غاك بذي غاز ذير وسط غميني غا كمرا الشيطان لا يستعش غاي ذيعا خنش غايني هذي يصميك إخوة الإيمان يوم القيامة ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية أرح دوره يوذن وازم ماذا بدن شاوطة يتارجي جيورا ونذا أول من يدعو الله عز وجل رجل أول وقت غيره رجل جمع القرآن زيدش تحفظ القرآن غاك العلم زيد ذا رجل يقتتل في سبيل الله ويروح غا الجهاد زيدش كذا رجل كثير المال غا 6-8 تغيت صدق زيد مين تقيز واش واذا سرم ذا من نزل الرسولين ونعم يا ربي ومن زلت قد كذبت زيد هذه راه خونا نغني تروح لغا الجهات تقيد ما يمي تقص هذا رفع غرا خارق زيد ايش مين تقيد زيد 8 ثا في سب لا نضاك وشي غا جهنم تقص ما حدا خوميني نيوذن نضاك جهنم يقراوي الحديث فثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته مزر المنظر فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة ثلاثة من ضهم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ذا شو شفا ذا شو المنافق ذا شو وإذا عالم يجي ينفق يجي يروح على الجهة زيز زيز إخوة الإيمان ومما يحبط الأعمال من سكون الأعمال التأني على الله ذاين نغشن بيسا سجينة فبعض الناس خمين غايزا شين الجنغار قضي الشهوات المحرمات معرض عن ربه أشيني فران زي أصحاب جهنم فران والله ماذا سيغفر ربي والله ماذا يتوبوني وهذا قول على الله بغير حق
فالله أعلم بعباده والأعمال بالخواتيم وني جنزد ما عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ربه شكمس أول خرح ويجنش حذا يخفنش حذا النفس النش حذا الأعمال النش حذا الجب النش حذا الفرج النش حذا التنوب النش حذا هدان النش خلني أضحذي ذي وذن. قال عليه الصلاة والسلام إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان ونيت إن والله ربي من يغفر فلان وإن الله تعالى قال ربي إن من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان من يسوى خفي الججل وغفر بوي فلان فإني غفرت لفلان ونخذ الجج شكوى ذا صفق غفاغس الأعمال نشهوات يلا كوري جذي حضاك كوري جذي حضاك في الناس كوري وذا الذي جزين معصوم مرة انتحروج كوري جذي حروج ذا الناس كوري جذي حضا الأخطاء الناس للأفعال الناس كوري ذو هذا الأصل وحتى بوي وذان وحكم بوخي وذان من أجل معصية نغ مظهر نغ منظر دع الخلق للخالق فقد النفس النش فقد الأعمال النش فقد الخواتم النش ذا الخلوات النش خمين التيري ذا وحدك وحدك ذا يتبان بنان ذا يغاث قيس ذي خفر النش تستدمين تعنيذ خمين التفتار يدخك ثوات خمين التيري ذا وحدك خمين التيري تقجد خل إخوة ذا يغاث سندي خفر النش مين تعنيذ ما غاكشن الوزن نغاس كبارتي وها المظهر وها ذوا إنسان هذا يحضر يخفر نسال إخوة إن شاء الله ماذا يحسب ربي خفران تفران من هيك والله حما يحسب أي مرن نخس شا فران يعصى ربي ها إن شاء الله نصح الله ولكن إنه هذا يتحكم إن شاء هذا يتحاسب ربي خل معصية قداني قد ساعدني قد وين دون وهذا يتحجي في شا ولكن إنه هذا يحسب مرسي ورغديس إيه وما يقال الغيبة الغيبة تيني ذي بنان بيجن حاجتي تقي تقت ذايس أقت ذايس تني وما يقال الغيبة مرواتي تقي و... اللهم اجعل أعمالنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعل من المتقين واجعلنا عند حدودك وقافين ولشرعك معظمين وإليك توابين ولك مخلصين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، ذي الأعمال التي تحبط الأعمال السيئة هبطا الأعمال الحسنة البدع البدع الابتداع ذي الدين. أيها الإخوة، الدين دين أكمله الله، دين كامل. الله عز وجل قرن ذي الكتاب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي زد ورضيت لكم الإسلام دينا. لا نقص في الدين النخ، ممنوع التوشن حشد الدين الجذب، لأن الله بجلاله وكماله هو الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ربي إن الدين يكمر والو النهرمة يوجن حشد والنيد غيون شن حشد جديد ويتحارب الدين. الأصل ذي العبادة ربنا قريت التوقف أرغك غير الدليل ومقان التوقف ويتتقشى ويتتقبو ثاني تمر وغاكبو الدليل. العبادة ذي الوحي واجيز بزجيفة مبودك دك العبادة ماشي تعبد ذي ممش تخص يجيو ذا نسموني ثن هاو 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 شنو روح وش وثاد العبادة أبداً ثم ذي النشام موضة نهارات فرند للأسف للأسف
نهاني إذا كور جمعة وش جديد جمعة مباركة جمعة ثين جمعة ثين لا لا دقة الإخوة ما نستيوم دقة ها صلي على محمد دق خاتم ما نستيوم كور جمعة عشان ذي تسكدوينا نوحر نسكواتها ودي قواف هذا البدعة وهذا الجي ها اش تشي جنت برات قاوني وينين ميان لا اله الا الله ميان لا حول ولا قوه الا قاد سوقع سالي وقع وتقاشان يلا يلا او شخص من دير اني زدق ها زري الانسان خمني والو العقيده وغسمي خيب تدي قوم وقش توقع شو شد بدات باطين سكيتي 20 نيوذن ها ماني زديو سدقة تكالا اصلا له ثواج وجب الدين وجب زي العقيده وجب ها تلفنا جزين وخات بونتو الذيب اللي هنا شو تقيم ذا ها ياش الاصل ذي العبادة التوقف من يزدو سوا ها شكور الجمعة تكد سكت كور الجمعة ها من يسي جد دقة تعرف دقني تعرف نغسين سال أخد دقة وجبوز وثيني وثيني بلوك يا ريض بلوك يا ريض لأننا نحن النشد وقيت سكذيتي تكور الجمعة صافي ياتا أذي السن آل المنكرات توقيع ذي ما يسمى زي المولد النبوي زيد حشماني حماني غواذ قواذ الدين حاشا تنغذ العلم آه روحوش حب 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 زي شاي تقذى شاي زي آذي مغاري نار يزند ذي شمين انتقى مين ازديوين رأس سنة زيد ايقا ودي قاسون ديز قوغنا ودفين ودفين زيد ده ماني استماني الدقة ها قاسم غا النشا تيري ربدا ربدا يوميا اتتعامل مليح ماشي جمعة وا استهزاء زي ثمغا دور حتى الله عز وجل لا يقبل عملا الا بشرطين ربي وازيك يقبل العمل اثنين الشروط غاك باسابورتينا ذي سيري هنا بيسادوس ما عنده تعدل الاخلاص ذي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هاقش الدين ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد من احدث في ديننا ونيت غيون شن حاج دي الدين شن رامون فلوريس نيشان زميت زيت تكن ها ني غادي الشوغا هو الرخاص وجيبو زيت الدين النق خزت حتى في الزير الرسول روحت غاد السيرة النس اخا كتبان السنة النس ها ها قشومي قانا تخسغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الرواية النغني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ذي الأعمال أيها الإخوة التي تحبط الأعمال انتهاك حرمات الله عز وجل ذي السر تغني كخس الخطوة ونيت أمام الناس أمام الناس خاشع متدين متمسك طيب حنون يغض البصر جاي وذان فإذا خلا يوثي أرد خصطوف يغلق الأبواب من تدهنس غاب عن أعين الناس ولكنه لم يغب عن نظر الله عز وجل تعدى الحدود وحطم القيود زيد وبارز الله عز وجل بالمعاصي قنوات مقاطع صور زيد مواقع رسائل دردشة أه انا غاك غاث راغث ماشني يا زينو جرت تكمل تيش السؤال حتى الانسان مريخس مريخس لين فريد قاع وانيتا ينفضح قاع اي واحد عرم ثم ها مش السيور غاك يشت نغني ثم ها ايوه فالحذر حذر أيها الإخوة الكرام كوريجنا ذي حذا خفنش حذا التليفون مش ممش النير حذا الطنوبينش حذا الخدمتنش حذا خمين التريد وحذج أه؟ حذا 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 ذو عراق بيخفنش ثم زي الأعمال نتثي سكوان نغطوح بيت الأعمال نغطت الحسنات إتيان الصحراء زيد
ذا العرافين ذا الكهنة تساهل الطاسين وذن تسهل ذي الجانبة خاصة النساء ونقابهم مرة في مغارين ونقابهم مرة ذين زاجان زومان حاطان الجمعات تقن تنتسي وقع شكواري أزني غاكين بوم أزرغ الشياطين أزرغ الشياطين الزنزة وشمينو الدين الزنزة الدين تحت غفران يقال رسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا سر فسأله عن شيء من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة بمجرد سؤال استطلاع خشن حاج سقسيدوها تروح غشا وصحة غشا وقزان غشا الشيطان سقسي 40 يوم شكني غشما تزجد وتقبل ربي يمارت موذ دي 40 يوم اني ماش دي صغانك ذيني بعد الصلاة في قرش من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر إيجن الصلاة إيجن شك 40 يوم وتزوج سلوح ذا تسقسي ذاري يزينو ما يتقشع تسقسي ذوها وخا فكيف بمن أتاهم وصدقهم سلوح الغاسن ثم من ذمين دشنا وثمين تسقسي ذوها 40 يوم الصلاة نشوى تقبل ربي سلوح تسقسي تصدق من دشنا واقا غاس قثين يقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن كفار كفر بالله كفر بالقرآن كفر بالسنة خرج من الدين ونتا العمل يبطل خاسر روح انت سل حسنات روح انت سل حسنات سروح تسقسيد وها 40 يوم ثومنذ تكفار فقولوا بربكم ما حكم من سحر مسلما ما حكم من سحر مسلما ذي النشان تمغارين لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تجي جسم علقة الطاس الشكاية تفيد جسخ مني ثم غا تحت تقف تنطر تمتت جسم علقة وما ستمرش ما حكم من شتت أسرة ما حكم من فرق بين الأزواج ما حكم من خرب البيوت ما حكم من تسبب في جعل الناس يعانون التصنيوذان والطيس نكسون شيء والطيس شوى شيء خزة شيء من الجوا بابا سكمي السنين وهو تويريوا فقال شاي يزينو مسكين واسمين دي سقا يما يتخصغا يما سوا تقبر والو إماس ها ثني في سن 9 شهور قعد ديس أمي تفغذي نشبض الرحم من 28 سنتيم ها صغيو وهذه النبوشين حريق سن جيث ما شنو وني نطاوة تفنا سيدان تفغنا سدي زوران تفغنا سدار بواسا ها تبول ذس ذا ذو هذا أربانيون نش ذاني تا خيمش ها غان قد تصفاد ما مو دقدقش تسبع خيمش فالطمعة وذاريز غينين يمس شم بب الله عز وجل قرش ولا تقل لهما أف أقشطع فعد الصوت
أه؟ شم ملي غتقدر حسابك يماش ملي غد باباش تومقان الرجوله وتجيبو شكو باردي يعدونوا تا ماشي وادي اللي بوش الشماء تا زنجي ثما والنيوات هي اللي نقمس دابا بس واخا نش مين ما يعنى واتي تبو سكيري يا سكيري واتي فما بالك من غتس الأمة تشتزقون ميس ادعى أنه خل المنهج. وأخيرا إخوة الإيمان أريد أن أذكركم كنو كاسج حشد أتذكرون رمضان أتذكرون رمضان أتذكرون بداية رمضان سيمان أقبر بالدغذان نغوم رمضان قيعدو أتذكرون بداية رمضان رمضان مبارك رمضان مبارك أتذكرون القيام نجين القيام أتذكرون الصيام نزمن أتذكرون قراءة القرآن والله الذي لا إله غيره إلى ذي النيوذن ويعظم القرآن دي رمضان أخي الكريم رمضان ولا رمضان يعذو رمضان سوق انقض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وني جنش هذه رمضان يفيث وني ويجن شيخ صح رمضان عم دي جوانا دي ذور شك هذا ثيري ربح ذي رمضان من صام صم كمر يصم كما أراد الله عز وجل ويابح وني زم من الفحش تيرات ليس ويخصى يخسوني ويقوم من الليل ذي رمضان راك الإمام ورا منفرد يخسوني ويعظم من القرآن ذي رمضان يخسوني زوجناك الإمام ويمدي الوتر يفغ ما يمي من يقال الحديث من صلى مع الإمام زيد حتى ينصرف فرغ يكمل فله قيام ليلة شك الزوج غير ماني قوات تفتكات فغد قيخش ندورو زي المغرب ذي رمضان الزوج غذي جمع جنت جيرت فغد ترو أقسم بالله مسجد السنة يثماش نقرب غوفي اثنين صفوف صفوف شو حين جامعة قيخ الأخ أخ عبد الكريم قد ثاني تيني من أخ ذي يجن الحصة اثنين الحصة أنا غصو خان قيشت وذفض ثم زي ذا زقم زوارن قف عما في مغارين كيف كيف يدن الأذان نبدأ ذي الدرس أواني الأذان أعني 35 مينوت ولا وجنيك ومن الزوج ومن الزوج الإمام الوتر نقربه في غامني خلف مزيدا في الشمس نعني الإمام في عجبي القراءة أمس إني غسي كريمة ذورة ذورة بنفس الشيء أعني 45 مينوتة وأني الأذن ذي الدرس ولا يجي نهز ومفغ والله تعجب زرمتي كيف فين خميني تقنت ما مشي قواند وفي غمني في مغاري خيضان كورها من يزديوسا يجنو اي تفق روح غاج المسجد نغني نفس الشيء اخ يفق زي هدات ذي رمضان ما يمي الزج ذمزو الزج غرعشا ثم الزج الغلقية قرمضان شوف شوف قبر غا تصدق قبر غا تزكي
قبل غاه قصيرة الرحيم مراد خصنا تحقق التقوى دي رمضان ثلاثة نيجرين تسمو امبورتانت أتزم كما سام ممشي مع الله عز وجل ثم قراءة القرآن ثم القيام ياك الإمام يا ذي ثدات ثلاثة يا أو أنس أوي صدق روح كسيلة الرحم شو أذانيت بيرو برا ثلاثة يا برا قراءة القرآن ذي القيام زمض من يجى الخلل مين دي ذي الإيمان ذي مزيدة ألا ذي والله إلا ذي ألو الإيمان خمين اللي تنارفع نغيه هواني الإيمان مين زيد قاعد مين زيد سل أعمال صالحة ذي قهاء أكس بدل واتفذ وسا وسا والو العقيدة ويغري ويزما ذي بدي فهم مرة والله يتغي ما ذينا أرغيني السلام أرغيني الإمام السلام عليكم زي الويتر ابن اذن تبارك الله ما شاء الله هذه كلينا وش هذه ماني غايا فيها قاع عم يكمر وهكيد شا قاع عم يكمر عم يكمر هذه يس رمضان يوم مرمي ها الدرس ما عنده ذي قل واحد قيد دقوز ذيس الإمام يتراجع ما عنده أش 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 يختمني خاكي غالا من غا تسرد ها أتراجع ذي الجغ ذي الجغ يتراجع إخ في النس تسش بق أتكتذ أخوة وزاري ذي الخبا لنا والو الدنيا 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 كل شيء ذي الأعضاء شك يخرقشك تربي ما حندا تعبد الله عز وجل رمضان يثم يعدو رمضان يعدو فتات الله عز وجل أدي ذو رمضان عمدي كوان أتزمض ممشي مع الله عز وجل أتغاض القرآن أتقوم ذي الليل يأكل إمام يذي هدهنش ثم ثوتش نحوج النغني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك واصرف قلوبنا على طاعتك نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك أسأل الله العظيم أن يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات هذا فاغفروا لأخيكم زلاته ونسيانه وجهله وأقم الصلاة.